نمسي جميع الفائزين. أيها الأعزاء، ينطلق شوط رئيسي آخر وهو خاص بفئة الزمول والكلمة والإذاعة فيه للزميل حمد بن محمد الزعبي. أتمنى له التوفيق ولكم أجمل وأسعد اللحظات مع هذا الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل. نتواصل مع تواصل أشواطنا في هذا اليوم، وهذا اليوم مخصص للحيلي والزمول من مسافة 8 كيلومتر في هذا المحلي السادس وفي مرحلته الثانية والأخيرة. نبدأ ونتعرف مع أول أشواطنا للزمول، والبداية والمقدمة مع شاهين لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع الصدارة ومع القيادة. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، التواجد من بارود لسعيد بن عبيد بن قطيان المري من يتواصل على ثاني المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، يصل قياض لعلي بن سالم بن سنيد الدعية من يتواجد مع قياض على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الرابع، من يصل المهلهل لعلي بن سلطان الحميدي من يصلنا على المركز الرابع. أما إذا شفنا المركز الخامس، فاللي يحل هنا مسعود لقاتر بن مطلق بن سعيد آل فهد من يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى البداية وإلى الانطلاق الأول، هناك الصدارة أيها الإخوة مع شاهين لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع الصدارة ومع القيادة. هذا الشكل المميز وهذا الأداء أيضا المتميز هنا مع قيادة هذا الشوط مع بن كردي المنخس مع الصدارة، بينما هنا على المركز الثاني يصل شعار بن قطيان الخطير للقاية مع بارود سعيد بن عبيد بن قطيان المري من يتواجد على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، والوصول والتواجد هنا من غياض الذي سيقيض أيضا في الأمتار الأخيرة وستشاهدون بإذن الله تعالى. هذا هو قياض لعلي بن سالم بن سنيد الدعية من يتواصل على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هنا المهلهل من يأتينا على المركز الرابع لعلي بن سلطان الحميدي مع المهلهل من يتسلل إلى رابع المراكز. خامسا التواجد على المركز الخامس من مسعود لقاتر بن مطلق بن سعيد آل فهد من يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة أسماء قوية لم تدخل في عالم الإذاعة مشاهدينا الكرام، ستشاهدونها بإذن الله في الأمتار الأخيرة والمرتقبة. أيها الإخوة، نعود إلى بداية هذا الانطلاق وإلى شعار المنخس مع المركز مع شاهين محمد بن كردي المنخس المري مع الصدارة ومع القيادة. يا سلام، الله، هذا هو المنخس يقود أول أشواط هذه الزمول، يقود أول أشواط الزمول في هذا اليوم، يقود قيادة حكيمة وأداء مميز هنا يقدمه لنا أيضا شاهين، ويقدم هذا العرض الجميل وهذا الأداء لجمهور هذا الشعار ومحبينه. الله الله الله، هذا هو شاهين لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع صدارة هذا الانطلاق، بينما هنا الخطورة أيها الإخوة مع بن قطيان مع بارود سعيد بن قطيان المري من يتواجد، وسعيد بن عبيد بن قطيان المري من
من يصن على المركز الثاني ويتواجد ويراقب الكردي أيضا بن النخس يراقبه أيضا ارتقاب ويراقب هذا الموقف بحذر. يا سلام ابن قطيان يتابع 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 بدون أي تعليمات الجماعة بدون أي أوامر، لازلنا في بداية المشوار، لازلنا في بداية الأمور والقيادة مع المنخس. وهنا على المركز الثاني ابن قطيان هنا مع بارود، وعلى المركز الثالث يصل غياض. غياض راه يقترب يقترب رويدا رويدا في هذه اللحظات وينتقل بدوره، ولا زال مركزه هو الثالث. تعود ملكيته لعلي بن سالم بن سنيد الدعيه المري. بينما هنا على المركز الرابع من يصل؟ المهلهل لعلي بن سلطان الحميدي على المركز الرابع. خامسا خامسا ومن يحتل المركز الخامس يصل هنا مسعود لقاتل بن مطلق بن سعيد الفهد من يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة يا أصحاب الزمول، نتيجتنا للمرة الثالثة على التوالي أيها الإخوة، أتممناها على حضراتكم وعلى مسامعكم أيها المشاهد العزيز والمستمع الكريم. تنتصف مسافتنا في هذه اللحظات وتحت خف شاهين من يحتل المقدمة، تنتصف المسافة كما تشاهدون لائحة الأربعة كيلومترات. الله، هذا هو شاهين مع القيادة ومع الريادة. شاهين 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 مع أول الأشواط، شاهين مع أول أشواط هذا الصباح. للزمول للزمول من مسافة الثمانية كيلومتر هنا شاهين يحتل المركز الأول. تعود ملكيته لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري. الله، ابن قطيان يتحرك مع بارود، بارود بارود يتحرك على المركز الثاني. تعود ملكية بارود لسعيد بن عبيد بن قطيان المري. من يتحرك في ثاني المراكز؟ ولكن هنا في المركز الثالث من يتسلل ضيف الميدان؟ يصل هنا مسعود لقاتل بن مطلق بن سعيد الفهد من يتسلل على المركز الثالث. رابعا القدوم والوصول من قياض لعلي بن سالم بن سنيد الدعية من يأتينا على المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس القدوم من مخوف مخوف لحمد بن متعب المنخس المري. يا سلام، والله الشوط يخوف يخوف، الشوط يا المنخس يخوف. أيضا أيضا هنا المقدمة كذلك مع المنخس مع المنخس، ولكن هنا هنا الصدارة والقيادة مع شاهين محمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع القيادة الحكيمة مع الريادة المتميزة مع خير تمثيل يمثل هذا الشعار، يمثل هذه المقدمة خير تمثيل هنا مع شاهين. هذا هو شاهين وانطلاقة شاهين. محمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع القيادة المتميزة مع هذا الشوط. يلا يا بن كردي، يلا يا بن كردي، أرى الخطورة بانت والاحتياط والحذر واجب. هنا مشاهدينا الكرام، هنا المركز الثاني يصل بارود سعيد بن عبيد بن قطيان المري، وعلى المركز الثالث وصل قياض. وصل قياض يا أهل الزمول، هذا هو قياض علي بن سالم بن سليد الدعية، رافع راية التهديد، رافع راية الناموس. هنا على المركز الرابع يصل على المركز الرابع ضيف الميدان هنا مسعود لقاتل بن مطلق بن سعيد آل فهد من يحتل المركز الرابع، وعلى المركز الخامس يصل كذلك أيضا أيضا يصل هنا حمد بن متعب المنخس المري مع مخوف على المركز الخامس. يا السلام، هذا النداء الرابع للمراكز الخمسة الأولى في أول أشواط الزمول. نعود
يعود إلى شاهين، شاهين شاهين مع المركز الأول، شاهين مع الانطلاق الأول، مع المقدمة ومع الصدارة، هذا هو شاهين، شاهين تعود ملكيته. مشاهدينا الأفاضل للسيد محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، هو من يحتل المقدمة، هو من يسيطر على قيادة هذا الشوط. 2 كيلومتر راح الكثير ولا بقل القليل يا المنخس، راح الكثير ولا بقل 2 كيلومتر على خط النهاية الصدارة والقيادة هنا مع شاهين. تعود ملكيته لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري، يتحرك غياض 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 غياض، له تاريخه وله إنجازه. مشاهدين الكرام دير بالك يا المنخس من غياض، دير بالك وركز على غياض، إذا تبي الناموس ركز عليه، ركز هنا مع غياض من يحتل المركز الثاني. هنا مشاهدين الكرام علي بن سالم بن سنيد الدعية من يتواصل مع غياض، أما المركز الثالث فالوصول والقدوم هنا من بارود سعيد بن عبيد بن قطيان المري، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع غير هنا، غير من المركز الرابع إلى المركز الثالث مخوف حمد بن متعب المنخس المري من غير في هذه اللحظات، ولكن حصل تغيير كذلك على المركز الثالث من قبل المهلهل علي بن سلطان الحميدي هو المالك، ولكن هنا على المركز الرابع من يتواصل هنا مخوف حمد بن متعب المنخس المري، وعلى المركز الخامس يصل ويتسلل هنا مدلل مدلل لراشد الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. نعود اسمحوا لنا يا اهل الزمول، ايضا نتجاوز الكيلو الاخير، المنخس اليوم ما في حيله، ما شاء الله ما شاء الله، اليوم اليوم رافع رايه النصر والانتصار. يا سلام، ابدا ابدا ما في حيله المنخس، يا سلام يا سلام، يطالع للخلف المنخس، ولكن الخطوره ما في اي خطوره، ما في اي خطوره يا المنخس، ما شاء الله أول الأشواط، أول الأشواط هنا مع المنخس. مشاهدين الكرام محمد بن كردي بن طالب المنخس هنا مع الصدارة ومع القيادة. يا سلام، الناموس الناموس مع المنخس أيها الإخوة، مع محمد بن كردي بن طالب المنخس، مع شاهين ومع انطلاقة شاهين. يا سلام، الله 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 الله، هذه القيادة، هذا أداء شاهين، هذه عروض شاهين. مشاهدينا الكرام يفوز معنا بأول الأشواط، أول أشواط الزمول أيضا أيها الإخوة، يذهب 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 أيها الإخوة الأفاضل لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري. سلام المنخس، سلام سلام بن كردي، سلام سلام، وتحياتنا وتقديرنا لمالك شاهين محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، تستاهل الناموس، تستاهل، هذا هو ناموس أول أشواط هذه الزمول. تهانينا لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني يصل عجلان لسالم بن صالح بن مقارح المري، وعلى المركز الثالث الوصول من الفارس لسالم بن علي بن حلفان المري، وعلى المركز الرابع يصل على المركز الرابع المهلهل لعلي بن سلطان الحميدي، وعلى المركز الخامس كان الدخول جماعي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نحيل إلى لجنة خط النهاية لمثل هذه الأمور، تحال إلى لجنة خط النهاية، ونعود وإياكم إلى شاهين ولحظة وصول شاهين عند انتزاعه لأول أشواط هذا اليوم، ومع سن الزمول تهانينا والناموس لجميع الفائزين. 13 دقيقة 22 ثانية 70 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، نهنيه ونتقدم له بالتهنية على فوز شاهين بأول أشواط هذا الصباح للزمول. أما المركز الثاني فيصل هنا على المركز الثاني عجلان 13 دقيقة 27 ثانية 44 جزء من الثانية، تهانينا لسالم بن صالح بن مقارح المري. أما المركز الثالث فيصل هنا
الفارس يقطع المسافة 13 دقيقة 28 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك.